بيكون عندنا في طبقنا الأول لفائف الباذنجان المحشية مع اللحم. نبتدي معاكم الحين نطبق وياكم الوصفة. وأول شيء لازم نبتدي مع الباذنجان. فالطريقة سهلة، لازم يكون عندنا طبعا جريل أو اللي هي شواية، ويكون عندنا شوية من الزيت. نحط شوية من الملح، نضيف هني عندنا اللحم. أول شيء حطيت اللحم وعقب حطيت، لأني لو حطيت الثوم ويا التاوة الحارة على طول بيحترق عندي، فننتبه شوية. الحين بضيف عندكم اللي هي جبنة الروكوتا، وبحطها هني عشان تبتدينها شوية تذوب مع اللحم. الحين شو بسوي؟ باخذ عندي صوص الطماط الجاهز هذا، وحطه عندي هني في الصينية من تحت شي، ونبتدي الحين نحشي وياكم لفائف الباذنجان. ناخذ عندنا هني حبة ريحانة، وناخذ هني شوية من حشوة اللحم نحطها، ونبتدي نحن نلفها على شكل لفائف، ونحطها على الصوص. نسوي اللي هي طبقة الجراتان، فنوزع هني جبنة الموزاريلا، من الأطباق الحلوة اللي ممكن تقدمونها في عزايمكم. هذا شكلها من بعد ما طلعناها من الفرن، وبتلاحظون أنه كنت مشغلة عليها الحرارة من فوق عشان بس اللي هي تاخذ اللي هي طبقة. وبكذي خلصنا وياكم طبقنا الأول، ونزينها بورقة ريحان. جربوها وإن شاء الله تنال على إعجابكم، وعليكم بألف عافية.